السلام عليكم، ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، كله تمام الحمد لله. انا حضرتك. ازيك يا استاذه شوق؟ الحمد لله تمام. اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله تمام الحمد لله كله تمام. احنا استاذنا بابا بقى نيجي نقعد معاكي شويه كده تنور نتكلم. حضرتك. ربنا يخليك. إيه انا شايف ايه ما شاء الله؟ ها الشهادات بتاعتي. انجاز تاريخك. ها اكيد. تحبي تبدأي الحكاية منين؟ أول حاجة مولودة بمرض العظم الزجاجي، إن العظم وأنا صغيرة كان بيتكسر دايما وعندي تقوس في الأطراف. فالأول روحت عند دكاترة كتير، قالوا إن أنا أتشال على خشبة بتاعت في شنطة بيبي، بس أحط تحتي خشبة بحيث إن العظم يكون مفرود ما يتكسرش. فكنت بتشال بالطريقة دي لحد مثلا 16 سنة أو كده. انت قبلها لما اتولدتي كنت بتمشي عادي ولا لا لا، ما هو كان أنا ما مولودة كنتش كده كنت مولودة كده؟ لحد بقى ما 16 سنة أو كده، يعني في الحدود دي بدأت إن أنا أستخدم الكرسي المتحرك وبمشي بيه دايما يعني على طول. بس ف يعني رضيت بقضاء ربنا وقلت الحمد لله، وانا يعني مش هستسلم وهخلي الاعاقه دي حافز ليا ان انا يعني اجتهد وابقى حاجه مهمه في المجتمع وكده. بس فبدات ان انا اتعلم الكتابه، اختي كانت علمتني الكتابه وانا نايمه على ظهري، بحط الورقة هنا والقلم وبكتب. بس فبدأت إن أنا أكتب، وبعد كده دخلت المدرسة الابتدائية وكنت باخد دروس خصوصية في البيت. ما روحتيش المدرسة بقى لا، في نتيجة المدرسة ما للمرض، كنتش لظروف بروح غير المرض. على الامتحانات بس، كنت بعمل لجنة خاصة بمرافق عشان كان بيكتب لي بحيث ان انا بطيئة في الكتابة وكده. بس ففضلت على النظام ده لحد ثانوي. يعني في ستة ابتدائي كنت طالعة من اوائل المدرسة، وثالثة اعدادي وثالثة ثانوي كنت من اوائل المحافظة، ومحافظ سويس كرمني. الله اكبر عليك والله. بس لحد بقى ما جبت 96% في الثانوية العامة. بس لحد ما دخلت بقى الكلية، وكنت بودي تقرير طبي بالحالة بتاعتي، أو ما كنتش بروح بس غير كل فين وفين كده، ما بابا يكون واخد أجازة أو كده، كنت بروح أحضر مع زمايلي سكاشن ومحاضرات، بقعد لآخر اليوم مثلا وأجي بس. والباقي بقى كنت بروح على الامتحانات، وكانت في موظفة من الكلية هي اللي كانت بتكتب لي يعني. يعني انا شايف قدامي كده بقى شويه ايه شهادات كده، ايه البطوله يعني، كل شهاده من دول بطوله، بطوله في حياتك يعني. الحمد لله. دي شهاده التخرج من جامعه السويس اللي هو تشهد كليه الاعلام والتكنولوجيا الاتصال، ان شروق جمال سلامه نور بكر المولوده في السويس بتاريخ 16 سنه 2000، الجنسيه مصريه، قد حصلت على درجه بكالوريوس الاعلام تخصص قسم الصحافه والنشر الرقمي في دور مايو بتقدير. ده ممتاز، ايه بلس كمان يعني، ايه ده، ايه دبل بلس كمان يعني، حاجه ايه دبل ستار يعني، حاجه هايله. ومجموع تراكمي 86.50 من 100%، والجي بي اي بتاعي 3.65 من 100%، وده تاريخ الاعتماد. دي يعني ايه، دي بطوله من حائط البطولات او حائط بطولات شروق. ورا ده يا شو، ورا الشهاده دي تعب وشقا. اكيد طبعا، لان انا زي ما قلت لحضرتك وانا صغيره كان جسمي بيتكسر وكان بيقعد فتره على ما يلم. يعني معلش، يعني ايه بيتكسر؟ ما عاوز يعني افهم اي منك حركه اكتر. غلط مثلا او كده كان العظم بيتطق، فبيقعد بقى ألمني لحد ما يلم بقى لوحده. يعني كنت باخد مثلا علاج اللي هو فيتامينات وكده اللي هو يقوي العظم بس مش اكتر. اصعب لحظه مريتي بيها يا شروق على مدار الرحلة دي والتعب دي كانت أنهي لحظة؟ هي مش لحظات معينة، بس هي لحظة زي ما بقول لحضرتك، بس لحظة اللي هو العظم لما بيتكسر، إن أنا بقعد فترة طويلة على ما أخف تاني أو العظم يرجع لمكانه تاني. بس ف وأصعب وجع، وجع العظم طبعا يعني أكيد. حاجة. خلينا نشوف كده إيه حائط البطولات بتاعنا الجميل. ده شهادة الثانوية العامة بتاعت حضرتك، والمجموع الكلي هو 394 درجة فقط
ما شاء الله درجاتك حلو، حتى في العربي جايبة 72 من 80، وجايبة في الإنجليزي 47 من 50، وجايبة في اللغة التانية كانت بتاعتك ايه، فرنساوي ولا ايه؟ فرنساوي. فرنساوي كان 40 من 40، ده مقفلة الفرنساوي، الله كنت أكبر بحب عليك. الفرنساوي. والتاريخ كمان مقفلاه 60 من 60، وجغرافيا 59، ما انت شاطرة في الجغرافيا اهو كمان. انا بحبها برضه. والفلسفة مقفلة الفلسفة والمنطق جايبة 60 من 60، الله أكبر. وعلم النفس 56 من 60، كلها يعني ما شاء الله، يعني حاجة جميلة. انت عندك كم أخ وكم أخت؟ عندي واحدة متجوزة، هي اللي بقول لحضرتك اللي هي علمتني الكتابة، خريجة آداب لغة عربية. وعندي واحدة في أولى ثانوي لسه، وواحدة في ستة ابتدائي، والولد الأخير بقى في تالتة ابتدائي. انت بتذاكري اللي في اولى ثانوي ولا يعني بعد سنة زي ما تبع اختك؟ لها. ما هي اجيال بتسلم اجيال. بالظبط طب كده. انت اشطر بقى ولا اختك؟ لا أنا وبابا كان ليه دور مهم جدا في حياتك. اكيد طبعا، كان هو دايما اللي بيوديني الامتحانات وبيجيبني، وكان هو اللي بيستقبل المدرسين لما كانوا بيجوا، وطبعا كان بيصرف يعني مصاريف جامدة من حيث ناحية علاجي، وكمان ناحية الدروس الخصوصية دي كان بيبقى ليها مبلغ يعني خاص غير السناتر وكده. بس فكان بيتعب معايا جامد يعني، وهو اللي بيشيلني ويوديني ويجيبني. ربنا يخلي لك. وماما وماما طبعا كانت دايما داعم ليا، وكانت برضو بتذاكر لي يعني قبل ما اخد دروس خصوصية في المراحل الابتدائية الأولى، كانت هي اللي معايا. ايه اكتر حاجة بتبسطك في تعامل الناس، وايه اكتر حاجة بتألمك بتوجعك؟ اكتر حاجه بتبسطني ان الناس تتعامل معايا كاني عاديه، ومش مختلفه عنهم او في حاجه مختلفه عنهم. ودي يعني بحسها من ناس كتير، طبعا بيعملوني كاني حد عادي يعني زيهم من صحابي واهلي. بس لكن اللي مضايقني مره يعني في بدايه الدراسه، لما ودي اللي انا من ساعتها ابتديت ان انا اخد الاعاقه دي حافز ليا وكده، ان انا اول ما دخلت المدرسه الابتدائيه قدمت الملف، وبعد كده من غير ما انا اروح، وكنت بعمل اجازه مرضي وكده، فالمديره طلبت تشوفني، قالت عايزه اشوف شروق اللي هي ما بتجيش دي. فرحت لها وكده، قالت انا لو كنت اعرف شروق كده ما كنتش قبلتها في المدرسه. فالمهم يعني كنت وقتها في سنة كام؟ كان لسه يعني في ابتدائي في ابتدائي تالتة أو رابعة حاجة طبعا، كده. مشهد مش قادرة تنسيه لحد النهاردة. بالظبط. فالمهم يعني بابا قال لها هي ما فيهاش حاجة يعني، مخها ذكي وكل حاجة وبتاع. وأفضل من أي حد، مظبوط. بالظبط. فبعد كده رحنا بقى المديرية وعملت اختبار ذكاء، وجبت فيه حوالي 92%، وجبت موافقة من المديرية ان انا اكمل في المدرسة. ومن ساعتها بقى وانا اتحديت نفسي ان انا اثبت لها ان انا يعني احسن من اي طالب عادي عندها. بس حتى في الستة ابتدائي يعني طلعت من اول المدرسة، وهي اللي كرمتني وكده يعني. سبحان الله، مش يمكن ربنا يعني عمل الموقف ده كله عشان يخلي عندك إرادة إرادة أقوى عظيمة. هي من بالظبط. الطبيعي في حاجة ايوه، زي كل كده؟ موقف طبعا اكيد بنتعلم منه يعني. تحبي تقولي لها إيه دلوقتي بقى؟ هي أكيد يعني شايفاكي. يعني احب اقول لها ان انا يعني اثبتت لحضرتك ان انا احسن من اي حد عادي، والحمد لله يعني ربنا ما بيجيبش حاجة وحشة لحد. حضرتك اثبتت للدنيا كلها، مش اثبتت لها هي يعني، حضرتك ربنا يعني يخليك. حتى تعاملك مع الموقف في منتهى الرقي، ودرس برضه نتعلمه.